اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا بعد الفاصل مع بقى الاستاذه رغده السعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. قولي لي بقى يا ستي، موضوع العريس والعروسه ده لاني لقيتهم في الفصل عمالين ايه بسرعه هنعمل ايه، بسرعه. والعروسه عايزه تعرف ايه اللي عامله قدام حماتي وحاجات كده. هو الانطباع الاول ده اهم حاجه في الدنيا، ايه سواء بقى؟ بقى في شغل، سواء في عريس، سواء في مقابله. فدي اول انطباع. ده اول حاجه. انت لو داخله شغلك او راح تشوفي ناس اول مره وانت مكشره، هيتقال عليكي نكديه. ده اول حاجه، يعني لازم تبقى الابتسامه بالظبط اول ما تخش العروسه. انت الابتسامه هي مفتاح التواصل في اي حاجه بقى. فمعنى كده، بس مش اللي هو نظام انا فرحانه ان انا هتجوز وتروح ضحكه كده، لا يعني ما ينفعش. يعني ابتسامه حلوه يعني ما تبينش. في ابتسامه صفراء وفي ابتسامه صفراء، صح ولا غلط؟ طب نبتدي بقى، طالما انت قلتي ابتسامات نبتدي نقول. في ابتسامه صفراء او ابتسامه بيتقال عليها ابتسامه المجامله، اللي هي بتبقى كده يا دوبك السنان بتبقى ظاهره منها حته كده كده، اللي هي يعني معقول بتضحك كده. وفي الابتسامه اللي هي بتاعه الايه الحميميه، او مش الحميميه، الاجتماعيه، الابتسامه الاجتماعيه اللي هي بتبقى كده، اللي هي بنتكلم وبنضحك مع بعض. في الابتسامه بتاعتك بقى الابتسامه ايوه هي دي، هي دي اللي انا عايزاها. هي دي، ايوه هي دي. بيظهر هنا عضله اسمها كروفيت او رجلين العصافير. اول ما دول بيظهر، انا عايزه اقول لك انا بتكسف جدا بس تلاقيني على طول. انا قلت لك هشرح على ابتسامتك عشان عارفه انت ضحكتك من القلب. دي بقى الابتسامه اللي من القلب، ربنا يخليكي. ودي بقى دي مجامله جميله. هي لا ما انا بشرح، ما انت انا ماخداكي موديل بشرح عليك. العضلتين دول اسمهم رجلين العصافير او رجلين الغراب. دي يعني ضحكه من القلب. يا سلام، الابتسامه دي جميله. يعني ما هياش كرمشه السنين؟ لا خالص خالص. ما هياش العجز بس خلي بالكم الكلام ده في مصر. في اوروبا الضحكه اللي من القلب دي معناها دعوه مفتوحه ان انت تقدر تيجي تتعرف عليا وتعاكسني. فخلي بالكم، فدي الضحكه اللي من القلب اللي بالعضلتين دول، يعني اهلا وسهلا انت ممكن تيجي تتعرف عليا. يعني دي الضحكه قلبها رقز على أمي اللي هو انت بتضحكي بقى مش فارقه. ايوه انت بتضحكي ومش فارق معاكي حاجه. ايوه ايوه. فاحنا قلنا الضحكه اكيد لما حماتك تتكلم او لما الزياره تبتدي هتضحكي من قلبك لو الحاجه فعلا تضحك. ولو ما بتضحكش هتضحكي ضحكه المجامله اللي هي سنانك تبان كلها. ومش لازم العضلتين دول. اوكي. بالنسبه للنظرات بقى، لازم تبصي في عينين اللي قدامك. في حاجه اسمها اي كونتاكت او اتصال مباشر بالعين. ده اساسي. في بنات بيتكسفوا يعملوها ويقول لك لا يعني تقول عليا ايه، تقول عليا بقى قادره وعينيا مش عارفه ايه. لا بصي، لازم تبصي في عينين اللي قدامك، لان انت العين مراه الروح. انت هتبصي هتفتحي باب موجه ما بينك وما بينها، في طاقه هتتفتح وتبقى هي دي الطاقه اللي ما بينك وما بينها في لغه العيون. بالعكس انت عارفه يا رغده، ساعات لما تكون واحده قاعده كده وتقول لهم مش عارف ايه، تحس انها متبجحه. تقول ايوه انت بصيتي بصه دلوقتي تفرق. يا ليه شفتي بصيتي؟ ايوه هي دي، انت شرحتي حلوه. شغال. بصي بقى العين اللي بتبص عادي، انا ببص لك دلوقتي عضله عيني دي مرتخيه. لما حد بقى بيركز، ايوه بيركز ان هو يبص، فبتبقى الحته دي عامله كده فبتدي تبريئه. انما لما انت تبصي بطبيعيه هيبقى في سلاسه، كانك بتقدمي الويف او الموجه دي بسلاسه. انما لو عامله كده هتحسي انك بتدي طلقه، مش بتدي ويف. انت عارفه ان انا ساعات كتير والله ببقى مثلا بصالك كده وكده، فالناس تقولي مالك فيكي ايه، كانك بتسرحي. انا كاني بسرح، بس انا بتركزي. يقولي مالك فيكي ايه، اقول لهم والله ما في حاجه، في حاجه مضايقاكي؟ دي العين يعني فظيعه، تكشف تكشف. طب اللي بصته طلقه دي، لا دي خلي باله بقى، لقيتها في حماتها. فهي بصي بقى، إيه بقى؟ اولا هي تحاول ما ترتبكش، لو بتتكسف تبص في العين تبص في المنطقه دي، في المنطقه اللي في النص. دي تحول يعني انا لا لا لا, لا. انت لو جيتي طب بصي، بصي لي كده في المنطقه دي مش في عينيا، هتلاقي نفسك كانك بصالي. لا مش هتبان غير في العين ملونه بس. العريس والعروسه معقوله بص في النص؟ لا ما بتبانش غير في العينين الملونه بس انها مركزه هنا، انما العادي هنا بس، انا بس يبان على انما المنطقه دي هتبصي عليها كانك بتتفرجي على التلفزيون. عشان ما تحرجيش نفسك، عشان ما تبقاش طول الوقت عامله كده، وبعدين مفيش حد بيتكسف دلوقتي، فدي هتبقى سهله. لان فعلا ده ساعات بيبقى ادعاء، يعني تقولي دي مدعيه انها محترمه عايشه في دور المؤدبه وبتاع والحاجات دي كده. كل ما كنا طبيعيين بالظبط، كل ما كان البادي لانجوج صح، يعني او يعني سوي متوازي. بالظبط كده، ما ينفعش نمثل على بعض في اول اللقاء يعني، والا طيب تهتم بقى باخوات جوازها عريسها ولا ام عريسها؟ الاثنين يعني الزوجه والام. اولا الام هتبص بصات اكيد هتجيبها من تحت لفوق،
وده شيء طبيعي. فهي تبقى مستعده لحاجه زي كده وتعمل نفسها مش واخده بالها، يعني هي شايفاها بتبص عليها تتكلم بقى طبيعي وتحاول تبان ان هي ايه كانها بتستعرض، يعني هي مش بتستعرض انها تتمنظر يعني، لا انها انت انا ببقى في زاويه كده بتقدري تشوفي بيها اللي جنبك وهو مش واخد باله انك شايفاه، انا بصالك بس شايفه مثلا في حركه في حاجه ببقى واخده بالي انها مركزه معايا. اوكي هروح انا بقى ساعتها بتعامل عادي وبقدم يمين الاول للام 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 وبين الاب وبين العريس الست وبعدين الأب. قبل اخواته؟ لا يعني العريس الام والاب اخواته؟ لا لو هو اخر واحد هو اخر واحد اخر واحد اه طبعا وخصوصا لو اخواته بنات. طب ولو دخلت على طول على العريس؟ لا طبعا دي ممكن مش الجواز مش هتمشي مش هينفع مش هينفع خالص. طب باباها ومامتها قاعدين يبقوا اخر الناس بس بعد حاجه العريس. بقى بالنسبه للقعده هما جايين يتقدموا تمام، انت عندك الصالون في منطقه لو حد قعد فيها هيبقى كاشف مثلا منطقه المطبخ او السفره او حاجه حاولي وانت خلي بالك يا رغدة انا بسالك الاسئله دي لان انا عندي صبيان. طب ركزي بقى قعديهم ازاي الاب او الام بيسلموا وبيقولوا لهم اتفضل اقعد، لما تيجي اتفضل اقعد احجز انت المكان اللي مش هينفع يقعدوا فيه عشان ما تبقوش مربوكين وانتوا رايحين جايين تجيبوا الصواني وقعدوا في المنطقه المريحه اللي ما فيهاش كشف للبيت. طب المفروض البيت. العريس ياخد معاه ناس كتير ولا في اول المفروض مامته يعني العريس ومامته ده اول حاجه خالص اللي هو الام لانها اقرب حد ليه وما ينفعش ما يصحش يخش البيت طالما في ست من غير امه لان هو الراجل وهي الست فبيعتبر ان في الست والراجل هم لان في راجل في البيت مثلا وفي ام تانية او ام في البيت يعني راجل وست وراجل وست مش لازم ياخد باباه ومامته ده لا ده لو في الاول العروسه تلبس ايه لان السؤال ده بساله كتير قوي لا معلش عشان تقديم المشروبات ده مهم قوي احنا جينا عليه تمام تقدم لمين الاول ومين اخر الناس الام الام العريس ام العريس الاكبر اللي هي ليديز فيرست زي ما بيقولوا اوكي وبعدين الاب وبعدين الاب وبعدين الابن انت بتمشي لو الستات وبعدين الاقل سنا طب ولو اخواته قاعدين لو اخواته قاعدين يبقى الام والاخوات وبعدين الاب وبعدين الراجل الستات الاول وبعدين باباها ومامتها ايه باباها ومامتها دول في الاخر خالص طبعا ده أوكي. اساسي وهي بقى تبقى تاخد في الاخر لو هو مش عايز تشرب احسن فين العروسه المفروض لازم تبقى قاعده في مكان سنتر يعني انت قاعده عشان ما تبقاش ايه حماتك تتلوح عشان تشوفك او هو يبقى ملوح عشان يشوفك لازم تبقي قاعده عشان القعده تبقى تشوفها. مريحه الناس تبقى قاعده كلها ويستحسن يبقوا قاعدين في دايره يعني لو دايره او زي اتنين كنبه كده قاعدين في وش بعض الكلام بيبقى فيه سلاسه انما لما هتلاقي بقى كل شويه تدور وتتكلم بيبقى القعده دي متعبه شويه هتلبس ايه لا انت رايحه نادي ولا انت رايحه اجتماع اوكي بس ده كلمة السر، انت مش هتلبسي جينز وشبشب او رايحه نادي مثلا لابسه سنيكرز ولا لابسه حاجه كده ولا انت رايحه اجتماع ولا انت رايحه فرح طبعا، لان في ناس بيروحوا لابسين فورمال او رسمي البسي حاجه اسمها سيمي فورمال او سمارت كاجوال، يعني ممكن مثلا بنطلون قماش عادي خالص وبلوزه او لو فستان سيمبل متهيألي فساتين للبنات سيمبل عشان تبقى ما يتقالش عليها مسترجله وحاجات كده طبعا فهي الحته دي تديها انوثه كده تديها انوثه بالظبط تخليها على طبيعتها جدا لان هي لو مثلت حاجه واتكشفت بعد كده او اتفقست بمعنى اصح هيبقى منظرها مش حلو يعني افرضي طبيعتها انها بتهزر وكوميديه جدا خالص. بس تحاول زي ما بيقولوا حلو بس تعمل كنترول في اول قعده فاول ممكن يتاخد انطباع ان هي ايه ده دي بقى مش يعني مستهونه بينا احنا قاعدين جايين نتكلم وهنتكلم في حاجات مهمه وحاجات كده ما ينفعش وفرده الظهر طب في قاعده فرده الظهر ايه بقى فرده الظهر بصي يا بناتي بيتنرفزوا مني قوي افردي ظهرك افردي ظهرك طول ما انا قاعده انا امي كانت بتعمل معانا كده طب ليه افردي ظهرك إيه لان قالها الكابتن محمود فرج قال لك ايه الرياضي بيبقى قاعد كده ممشوق دي قاعده الست انها تبقى قاعده ستريت او مستقيمه بتبقى فيها شياكه انما بقى تخيلي واحده جايه عروسه مش قاعده كده قاعده عامله كده هيتقال عارفه هتدي ايحاء او هاله انها واحده عجوزه او كسلانه القعده دي فيها انوثه وشياكه ده حتى كمان لام العروسه او ام العريس لازم يقعدوا برضو في القعده القعده كده وشياكه الرجل على رجل البنت ما فيهاش مشكله انا كنت عايز اسال بقى موضوع رجل على رجل ده لاني انا قريت في بعض الكتب ان رجل على رجل دي ده من اهم عادات الانثى ليه طيب ليه بقى الست مثال الانوثه عندها الرجل على رجل والقعده كده اوكي هنا عشان بتداري المنطقه دي وهنا كده وهنا كدا. عشان بتداري المنطقه دي العورات ده بطبيعه وفطره المراه بتداري لنفسها كده
يعني ده طبيعي. يعني لما البنت تكون قاعده او ست حتى رجلها رجلي ده مش عيب؟ بالعكس يقول يعني انا ساعات كتير بنزل رجلي احتراما عشان خاطر لا هم اعتبروه هي للرجاله بيبقوا كانهم بيخفوا مشاعر سلبيه جواهم انما للستات لا الست لازم تقعد حتى رجلها مش لازم بس هي دي لو هي مرتاحه كده لان دي قاعده انوثه الراجل يقعد بالفطره زي ما قلنا في حاجات بالفطره زي لو لقيتي اتنين ستات واحده منقبه واحده مثلا مش محجبه خالص او اجنبيه والهواء طير اللبس اوتوماتيك هيعملوا ايه هما الاثنين كده هيعملوا كده حتى لو دي اجنبيه او مالهاش دعوه باي حاجه اوتوماتيك هتلاقيها عملت كده وفي كمان قعده الرجل على رجل قصاد بعض او عكس بعض لا دي على حسب الراحه بتاعت البنت يعني ساعات بتبقى قاعده بس اهم حاجه ما تقعدش نو نو لا قصدي اقول بيقال انك لما تكوني قاعده ورجلك ما صح ولا غلط بس في حاجه ما بين الحما الحما لك الحما لما تلاقي اتنين بصي لو انت بدون ما بنتكلم بصي جزمتي عامله ايه مع جزمتك واخده لو رسمنا خط مستقيم هتلاقي بالظبط عمرك ما تلاقي في اول كام قاعده مع البنت وحماتها الجزمتين عاملين في وش هتلاقي الجزمه دي كده ودي كده بتتكلمي بجد بيلاحظوها لاحظيها هتلاقي في انسجام هتلاقي الرجل اخذت سنتين بعد كده كل الناس كلها وهتلاقيهم اخذوا بالهم هتلاقيها لاحظت كده وهتلاقي السلام نفسه السلام لما تيجي تسلم كتير قوي يلاقوا ان البنت بتفرد ايديها قوي اول مره تسلم على حماتها لانها بتقول لها ابعدي عن المنطقه الخاصه بتاعتي دلوقتي انت بتتكلمي بجد لا المسافات دي بقى ليها باع تاني في الكلام احنا بنتكلم في موضوع السلام السلام ده يعني والسيطره يعني سلام رسمي وفي سلام كده فمهم الود والكلام ده كله فخلي السلامات دي انما هي تبقى بطبيعتها وتسلم وتضحك والعين في العين اللبس البسيط ما تركزش في لغه الجسد قوي بتاعت بوز الجزمه دي سيبيها تمشي بطبيعتها لو لقيتي الجزمه شغاله هنا نفس الانجل او الزاويه بقى كل ما الملحمه تعمل جزمه كده وهي عامله ايوه بالظبط على فكره في كتير بيقولوا لي احنا لما بنركز والله بجد ده هي دراسه لما تلاقي هتلاقي دايما الاثنين المنسجمين الجزم بتاعتهم لو رسمتي خط هتلاقيه خط مستقيم مع الحما والست تلاقي كل واحد في اتجاه طب قولي لي اللبس بقى رجعنا موضوع اللي نقطعتك فيه موضوع اللبس وبالنسبه للراجل كمان الراجل يلبس حاجه سمارت كاجوال سمارت كاجوال ده يعني مش كاجوال ومش فورمال يعني ممكن يلبس بنطلون مثلا جينز حتى ممكن يروح بجينز بس عليه بليزر لون تاني الفورمال او الرسمي بمعنى اصح بيبقى بدله كامله بكرافات ده ما ينفعش ده ممكن وهو رايح يتقدم يعمل كده اوكي وفي اعتقاد خاطئ عند الرجاله ان انت الفورمال بتاعك يعني بدله سودا وكرافات البدله السودا ما بتتلبسش غير في حالتين فقط الفرح والجنازه بس فقط انما تروح الشغل ويقول لك البس رسمي تروح رايح انترفيو ببدله سودا اول حاجه بعملها على اللبس كده ياه الالوان مهمه جدا الغوامق مطلوبه في الفورماليتي الغوامق مطلوبه الكحلي الجراي البني الكلام ده كله البنت يستحسن ما تبقاش لابسه حاجه غامقه قوي عشان ما يتقالش عليها كئيبه اللون الازرق مطلوب لان الازرق بيبقى لون التسامح الازرق طبعا الازرق لون التسامح طب قولي لي اول حركه العروسه تفهم ان حماتها شكرا مش عايزاها الزغره او العريس يفهم ان حماته شكرا في تريك او حاجه كده بسيطه قوي لو انت بتتكلمي لو حماتك بتتكلم بتقول حاجه وايديها عامله كده اهو يبقى اللي في قلبها على لسانها لو بتتكلم وعامله كده يبقى هي بتحاول تداري الكلام بس فدي اول حاجه وهي انا باجي اقول في الاخر هو بيبقى راحه نفسيه وانطباع انت بتاخدي حاجه مش انت دايما الناس تقولي الراجل ده انا ارتحت له الست دي قفلت منها مظبوط بس سيبيها كده انت هتفهمي اولا شوفي الرمشه الرمشه بتاعتها لو طولت تبقى حاسه بملل لو بصت في السقف كتير تبقى حاسه بملل القعده مش عاجباها لو شبكت ايديها كتير مده طويله تبقى هي مداري جواها حاجه سلبيه دي الحاجات دي انما لما تلاقيها بقى بتتكلم وفي حاجات تانية بتبقى بيقولوا ايه بتبقى عايزين يفضلوا قاعدين في ناس كده بتلاقيهم قاعدين القعده بقت حلوه قوي اكسكيوز مي القعده بقت حلوه جدا وكلهم قاعدين ومبسوطين وعايزينها تفضل قاعده ويقعدوا يقدموا هيقدموا ايه ببساطه شوكليت في الاول شوكولاته وبعدين عصير وبعدين شاي ومع الشاي ده ممكن حاجه حد او حاجه حلوه او حاجه حلوه بس او بس ممكن يقعدوا على العشاء بقى براحتهم بقى لو بس اول مره لا اول مره لا كتير قوي بيبقوا مثلا جايبين معاهم جاتو او تورته يقول لك ايه
لا طبعا مش هنقدم منها عشان خاطر يقولوا علينا ايه مش عاملين حسابنا. ده ضد الاتيكيت. الاتيكيت انك تفتحي الحاجه وتقدمي منها للناس طالما هتكفي العدد اللي موجود. لازم تقديم من الحاجه اللي الضيف جايبها، الا اذا كانوا مثلا جايبين تشيز كيك وانت عامله تشيز كيك، ساعتها ما تقدميهاش. انما لو هي هتكفي العدد لازم تقدمي منها. ما انا لازم اقدم منها لان انا فردي جايبه حاجه انا بحبها وجايباها لك وعايزه ادوق منها. انا عندي واحده صاحبتي كل ما تجيلي تجيب لي الحاجه اللي هي بتحبها عشان عارفه ان هي هعملها. انا بعيني في الحاجه وانا نازله عشان خاطر هم مش لدرجه ان لما بتتعودي ايه ده هم مش هيقدموا من الحاجه، بالعكس ده هو الطبيعي ان هم يقدموا. صح، لما بيبقى في حميميه انت بتقولي لصاحبتك اللي رايحه لها افتحي انا جايبه من غير حاجه ما اقول خلاص جاي. هي دارسين مع بعض نفس الاتيكيت ده فبتيجي جايبه الحاجه اللي بتحبها. المفروض يجيب ايه يا رغده وهو داخل؟ بصي هو اول مره يعني بتبقى تشوكليت، دي معروفه ان دي تقاليد مصريه. ورد برده. بصي ممكن ورد، بس الورد يعني مش يعني ممكن في اللي هما رايحين يتقدموا بقى مش في لسه في التعارف. انا بقول الاحسن والاحسن ان اول قعدتين يبقوا بره البيت. يبقوا بره البيت عشان تعرف اذا كان بخيل ولا لا. لا لا استني بقى، احنا دي الحلقه القادمه. الحلقه القادمه البخل والحاجات دي كلها. ايوه بالظبط، يعني ده بقى اللي بعد الانطباع الحلقه الاولين والكذاب بقى والحاجات دي كلها. ايوه صح كده. بشكرك جدا جدا استاذ رغده حقيقي بجد، احنا يعني بجد بنستفيد منك جدا وانا سعيده جدا في طاقه ايجابيه جميله قوي. والعادات والتقاليد بتاعتنا اللي عايزين فعلا نتكلم عنها. هننتقل بقى الى عادات وتقاليد كل الوطن العربي متشوقه. ايوه وانا بشكرك جدا يا استاذه رغده. هنروح فاصل وهنرجع علشان نلتقي مع كل ستات الوطن العربي الشقيقات الجميلات اللي ان شاء الله هنستفاد منهم كلنا بكلام ونصائح وارشادات. احتمال نستفاد صح؟ لا اكيد اكيد، قعدت معاهم شويه استفدت جدا. اوكي فاصل ان شاء الله باذن الله ونرجع تاني مع بعض.